السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جميل بيقول دلوقتي كمعماري ليه أتعلم ذكاء صناعي؟ يعني ككارير هيفيدني بإيه؟ طيب، هو مش شرط إن أنت تتعلم ذكاء صناعي، وإنما الفكرة كلها البرمجة فادتني في إيه وبعد كده الذكاء الاصطناعي يفيدك في إيه. البرمجة فادتني كذا مرة في مواقف كان شغل هياخد مني أسابيع قدرت أخلصها في ساعة. تمام؟ يعني على سبيل المثال وانا شغال بالاوتوكاد كان عندي حاجه معموله بوحده قياس انجليزيه، لكن المفروض ان كل اللوحه قبل ما نبدا شغل تتحول لوحده قياس تانية. ليه؟ لان المشروع كان في فرنسا، فكان كميه شغل رهيبه جدا ان انت مثلا هتحول من سنت البوصه فتقعد تحول وهكذا، فكان هياخد وقت كتير جدا جدا مني لان المشروع فندق ضخم جدا يعني. فبكل بساطه شفت ليست قريب من اللي انا عايزه ودخلت عدلت عليه. تمام؟ يعني ما بداتش من الصفر ولا رحت قعدت بقى ايه ادور لحد ما الاقي الحاجه اللي انا عايزها، لا انا فاهم اوتوليزم فشفت اقرب حاجه اللي انا عايزه ودخلت الملف مفتوح وعدلت فيه ووصلت اللي انا عايزه. كذا مره يحصل الموقف دوت، يعني مثلا شغالين في الريفت وعندي مثلا برج، كانوا برجين ساعتها، وكان الفيوهات كلها بتاعت الاستراكشر معموله، فرحت عملت برنامج بالداينامو، قلت له خد كل الفيوهات دي اعمل لها دبليكيت وغير الاي ار الاس تي وغير الاي ار الميكانيكال وحطه في الفيو تمبليت بتاع ميكانيكال بتاع كهرباء. فالشغل اللي كان حد تاني ممكن ياخد منه كذا يوم انا عملته الحمد لله في دقائق لان انا اتعلمت البرمجه. فالبرمجه انا مش هشتغل مبرمج، لكن انا لما بتقف قدام مشكله بحلها. يعني انا ما بفهمش كل حاجه مثلا في البايثون، ما بفهمش كل حاجه في السي شارب، لكن المشكله بتاعتي بقعد اركز عليها وادور على الحلول لحد ما اوصل ليها. ممكن الاقي حد عامل نص الكود فاروح انا مكمل عليه، او الاقي حته كود من هنا حته كود من هنا واروح مظبطهم مع بعض واعمله. تمام؟ انا مش مبرمج، لكن ببدا ان انا اشوف ايه الحاجه اللي انا واقفه قدامي. يعني مش هتلاقيني مثلا عمال ابرمج في برنامج مثلا زي التيك توك او برنامج مثلا بتاع مزيكا، لا انا تخصصي في الجزئيه بتاعتنا. تمام؟ كنت عامل برنامج زمان كان بيعمل حسابات بتاعت الشبكات والميه والدرينج والكهرباء وان انت مثلا تاخد سيكشن في مكان وهكذا، ده انا كنت عامله لان هو ده المجال بتاعي او هو ده اللي انا بدعي ان انا بفهم فيه شويه. طيب، فالبرمجه بتشوف ايه الحاجات الممله او اللي هتاخد منك وقت كتير او ايه القرف ده فبتعملها. يعني ان انت تحط كل فيو في الشيت بتاعه، فانت بتعمل حاجه تقول لك كل فيو اعمل له شيت وحط الفيو في الشيت، فانت وفرت على نفسك وقت. طيب، الذكاء الاصطناعي خلاص ده يعتبر اصبح حاجه موجوده في الشغل بتاعنا، والميزه ان هو اصبح فيه امثله منه وزود كود. يعني ايه وزود كود؟ يعني ما تكتبش اكواد، مجرد ان انت بترتب الافكار بتاعتك وبتعمله بالفيجواليزيشن زي فكره الداينو. فبقى في حاجات بالذكاء الاصطناعي فيها فكره قريبه من فكره الداينو، ان انت بتوصل حاجات ببعض وما نقدرش نقول له كود 100%، بس ممكن يبقى فيه لو كود. يعني بدل ما كنت بتكتب 1000 سطر، لا انت هتكتب سطرين ثلاثه عشان تسهل على نفسك. فالذكاء الاصطناعي هيبقى شغال معاك، هو خلاص بقى حاجه اساسيه احنا بنخاف منه، بس هو حاجه اساسيه. ان انت مثلا عايز تعمل تشيك هل الموقع اللي انت عامله او المبنى اللي انت عامله ده مطابق للكود بتاع الحريق ولا لا، مطابق للكود كذا ولا لا. طب انا ممكن ابرمجه، بس انت لما تبرمجه بالبرمجه العاديه هياخد منك وقت كتير قوي، وهتقعد بقى قاعده اف والحاجات دي كلها. فانت المفروض بتدخل جزء من الذكاء الاصطناعي بحيث يبقى معاك، بتدخل جزء من بيبقى فيه اللي هو التعلم الالي، بحيث ان هو يتعلم من الحاجات اللي بتعدلها. يعني هو عمل شغل وبعد كده انت ايه محتاج تعدل انت مانوال، لا فانت بتفهمه بقى انا عملت التعديله دي، فهو بيبدا يتعلم منك. زي موضوع البرمجه السياره بتاعت ذات كده، كانت في شركه في الاول عماله تبرمج وتبرمج وتبرمج وحلول واف و و برمجه كتير قوي، التانيين لا برمجوا جزء اساسي وبعد كده خلوه في الديب ليرننج يبدا يجرب ويغلط يجرب ويغلط يجرب ويغلط ويخلوه يتعلم وينزل الشارع ومثلا يلاقي ناس ايه قبل ما الاشاره تفتح بثواني تتحرك 3 مللي ما لهمش لازمه، بدا هو كمان يلقط من السواقين اللي حواليه وهكذا. فبيبقى فيه ان انا بعدل حاجه، خلاص هو بيتعلم ان انا عدلت الحاجه دي، فيفهم ان في حاجه المفروض تتعدل في المكان الفلاني.
فواحده واحده الذكاء الاصطناعي هيبقى موجود في الشغل بتاعنا. انت مثلا في اماكن خطره في الكونستراكشن في الموقع بتاعك، فممكن تبقى فيه روبوت او درون بيدخل يصور، فالدرون العادي بتتحكم فيه، لا انت ممكن تديله هو حريه التصرف لو في موقف خطر شويه. فالذكاء الاصطناعي بدا يدخل في كل حاجه، تقريبا كل حاجه احنا بنتعامل معاها موجود فيها ذكاء اصطناعي، بيبدا ان هو يتعلم من اللي احنا بنعمله. فليه لا، ليه لا، يعني احنا انا كل الفيديوهات اللي انا بعملها دي مجرد بس تعريفات، مجرد بس تشويق، مجرد كذا، ما تعمقناش فيها، انما ان شاء الله نبدا ندخل فيها. اللذيذ ان اغلب اللي بيزوروا القناه عندهم خلفيه هندسيه وحسابيه واحصاء وحاجات زي كده، ممكن نكون نسيناها شويه، بس ان شاء الله نعمل بعض الفيديوهات البسيطه اللي تفكرنا بالمعادلات وتفكرنا بالحاجات دي، لان الذكاء العميق من غير الاحصاء ومن غير المعادلات دي مش بيبقى قوي، لان انت المفروض بتفهم الاله، فانت لو طلعت لك ارقام غلط مش هتتاكد من المعلومه. فاحنا محتاجين ان احنا نراجع شويه في الرياضه كده، الرياضه البحته والتفاضل والتكامل والحاجات ديت، بس بتطبيقات عمليه، يعني مش هقعد اقول نفس الكلام اللي احنا كنا بناخده في الكليه والثانوي، لا هنشوف تطبيق عملي قدامنا يكون اسهل ويكون مفيد ان شاء الله. تمام. الذكاء الصناعي حتى لو انت مش ناوي تدخل فيه حاول انك تقرا عنه، لان انت بتقابله كل شويه، يعني في تطبيقات كثيره موجوده على الموبايل فيها كلمه ذكاء صناعي وفيها ذكاء صناعي بشكل قوي. زي ما انا كنت علمته مثلا لو انا بشرب قهوه يقول لي انا بشرب قهوه، لو اللي هو البرنامج دوت. تمام. علمته فعلا دلوقتي لو انا شغلته يقدر يعرف انا بشرب قهوه ان هو لا، او لو في كوره، او لو في مثلا انا واختي، ده كل واحد فينا يطلع مره فيبقى عارف كل واحد فينا مين. تمام. فبيسهل لك كتير في الشغل، يكتشف المشاكل اللي موجوده، يكتشف الاخطاء قبل ما نبعتها.